اطلع قدامي. لك دشن هيك خمبوك. لك دشنها شبك يا زلمه شبك. هل خلوق هاد ينزعلك لك مزازك؟ لك اكبر من هيك انت ولك كوكي. لك شرشني، لك شرشني وطير النوم من عيوني. اه لك روع وشيله. شو يعني؟ لك انتم مستقلين باللي صار؟ ايه اسامه شبنا رجلينا كلياتنا بالفلع سوا، حكيك كله ماله جنس الطعمه. لا سيدي له طعمه ونص. ايه انا ما عم تركب بعقلي اني صير قتل قتلة. وصرت عن شو ناوي لك واطي؟ انا واطي لك كوكي. ليك لا تتنطوط وخليك على قدك. ها بتحكي مع مني هيك لك اسامة؟ لك شو بدك تطلع منك ولا؟ رح ورجيك شو بدي يطلع مني. ايه بدي ادعس على شواربك. بدي ادعس على شواربك لك كلب. لك أسامة لك عجبك هيك مال؟ مش هنا امشي شباب. لك شو امشي نتركون؟ لك شو بدنا نساوي؟ بدنا نحمله على كتافنا؟ لك خلي نطمره. لك نحفر له شيرنا نطفله فيها. لك لا بتاكل. يلا امشي امشي انت. يلا تحرك دامي. يلا ولا لا يوفقك يا فوكي على العمل. شو عملت يا حرق؟ لا يوفقك. يا لطيف زين يا ابي زين. زين ليش شو صار؟ الله اكبر شو صاير له هذا؟ شو صار؟ ضربته بالعربية اوام اوام. لا حول ولا قوة الا بالله. يا لطيف والله هذا بكري شو عم يعمل هون؟ بكري شو في؟ ليش انتو هون؟ دخيلك يا خانم، خالتي عفاف رح تروح من بين ايدينا. تعوا معي لشوف. خير ان شاء الله يا ام بكري. شو صاير لك؟ شفت عينك يا ام جمعي، وقعت من طوله وما عاد حسيت علي. لا 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 لا. طيب ما عرفوا الحكمه شو معها؟ والله ما عرفوا شو فيها لسه. يلا ابو سيف خدنا على المحل عن شهران. يلا امرك معلمتي. والله راسين خيل بشق وشق. شو هاد؟ بناخدهم ونقول ما شفنا شيء. ها؟ لك هذا مو وكر الواوي؟ هو بذاته عيوني. الواوي الواوي ما غيره؟ ايه شرفه لنشوف شرفه. لا وين شرفه؟ انا مالي مصلحة فوت على الوكر بنوب. لاهلك حمبو. شو علياني معك البايقة؟ شرفه. كوكي قلت لك مالي مصلحة فوت على الوكر. شبنا؟ لك ليش بقى؟ هيك عيوني هيك ما بحبه لهالزلمة. أخو مرائي حضرتك؟ أيوه. ايش شو عليه؟
لكن انزل على حاره المادني شمشمنا شو صير هنيك، ولا فواز فايتين لجوا. ماشي، واذا ما رجعت اليوم خليها على بكره. تيسر. وين عيون دكك؟ اوكي، وين تعرفني رايك؟ شو ما اتفقنا هيك نحن وياك؟ شو بلاك؟ شو بلاك فواز؟ من ايتها في بناتنا وشوشه حتى عم توشوشوا لهالزغبه؟ شو بلاك اوكي؟ هن جوزين كلام حبيت احكيهم مع حمبو، شو صار؟ هالكلمتين بتحكيهم قدام مني، ما في وشوشه بنوبها. كوكي باشا، شو رايك نصير نشتغل خزمتشية عندك انا وهالصوص؟ بيكون احسن هيك يعني؟ ليش هيك عم تحكي حمبو؟ إيه بركي الزلمة بده يحكي شي ومستحي قدامك، بركي دم بده يبعت شي لعياله، شلون يعني ما بيصير؟ تعا فواز تعا. خلص روح حمبو روح، اتكل على الله، روح انت الله معك. خلص يعني؟ روح الله معك. ايه عيوني الك. روك اوكي ولا يهمك. عادية. امشي. شرف. ضرب موت والله يا خانوم، اللي ضاربه وحاطط بباله انه يقتله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما بخبي عليك يا خانوم، هالبني ادم خالص، يعني مصابي حماسي. شلون خالص يعني؟ وحد الله يا حكيم. نحن يلي علينا بنعمله وما بنحط عمر لحدا، ما هيك؟ ما في شك يا خانوم، بس الرجال مكسور راسه، ومثل ما شايفه الدم عم بيشر من ادنيه. ومع هيك بتضل الاعمار بايد رب العالمين. ونحن بنعمل يلي بنقدر عليه وبس. معلوم يا خانم معلوم. لك يا امي هي روح وصارت امانه برقبتنا ومو لازم ينترك، ما هيك؟ عم بقول لحالي حكيم اذا كان في لازمه بنبعته على اسطنبول، بركدا في له تطبيبه هنيك. ايه مو لا يعني هيك سفره، بعدين نحن كمان هون رح نعمل اللي علينا وزياده، ما رح نقصر. لا يكلكم فكره. لا الله يسامحك ما كان هذا قصدي، يعني انا كنت قاصد اذا كان في لازمه مشان نسفره. اخي اذا كان له عمر بيعيش هون ولا بحي الله مطرح، نحن خلينا نتيسر. بدي اسألك حكيم، انتو لقيتوا معه شي غراء؟ جيب الاغراض اللي كانوا معه. عن اذنكم. الله معك. ايه اختي؟ نعم. بالقرن اللي لقيتوه فيها، كان في حواليه بيوت، بشر، بني ادمين، ولا ما كان في حدا؟ بالبساتين واللي على قلبي عليه وما في الدومري. ايه منيح منه يلي عم يتنفس لهلا. مسكين. الله يعطيك العافية. هدول الغلط اللي لقيناهم معه. شبك شهران؟ يا ليش ما عم ترد؟ يا شهران شوفي. امشي اختي امشي، عاوزك. شهران تعالي اختي تعالي. شهران شبك شو صار؟ تعالي لك قلي شبك ليش هيك تهوجت؟ في شغله ضروريه بعدين بقول لك عنها. ما بقدر، في جماعه بدي شق عليهم. طيب شو شق عليهم؟ عم بقول لك في شغله ضروريه وانا عم اقول لك ما بقدر، بدي اطمن عليهم. روح اسبقني على العربايه. اوام اخي اوام. لا حول الله.